خرجي عليا الشماتة، خرجي عفت الرجال محشومة. سكتي ديما كتعرفي والو. ما تبكيش بركة اللي بكيت انا بسبابه. كيفاش بغيتيني ما نبكيش وانا تلقيت بابا في هاد الظروف؟ خرجي انت عافاك، بغيت نشوفك ضروري. ياك لاباس؟ لا داخلاتيني. كاين شي حاجة غاف وما بغيتيش تقولوها ليا ياك؟ مالوغوزمون هادشي اللي بان في السكانير. تيمير عايدة مالك؟ دخلي. بليونا ان غون بروبليم، خصنا نلقاو ليه الحل. الحل هو البوليس. لا انت واقيلا حماقيتي، توحشتي عمك. بعدا ما تفكرتي والو؟ انت قلت لك ما تفكرت حتى شي حاجة. اسكت اسمع، اش درتي الحياة؟ والله ما درت ليها شي حاجة اخي علي. كيفاش ما درتي ليها والو؟ لقيتي السيدة طايحة عليها وتموت. شوفي هاد الفيديو واش يعجبك؟ غادي نلاحظ في الفيسبوك وشوف شحال ديال لي جيم غادي يجيب. شحال مرة كنقول لك انا اللي كنقرر، انت اللي عليك تخلص وتسكت. واش شريفة راه كمرتي هذيك في الفيديو؟ بغيت نشوف بنياتي ونتسامح معهم، بما يديموا الأمانة أمانتهم. واش عب سلام ويزيدنا تسعيد؟ واش حنا كاع ظالمين؟ هادو تجمعوا علينا. قولي لي بغيت نعرف حاجة واحدة مبرصطة ليا دماغي ما مخلينيش نعس. خدا بنتك ومن لحمك ودمك. شو سميت البروجي اللي جرات فيه اختي عيشة؟ السلام عليكم. مالكم اش واقع؟ اختي البروجي اللي سبقتي فيه شنو سميتو؟ قولي الدار اللي شريت، حيت راه دفعت فيها تقريبا كل شيء. ويلي ويلي ويلي، وشنو سميت البروجي؟ سميتو غير تا الاسكان، علاش كتسولي؟ ويلي يا ماما، مش انا رزقنا كامل؟ اش كتقولي انت؟ دابا الناس هادو شريتي من عندهم سطخون صابة كياخذوا الفلوس الناس وما كاين والو من هاد الشيء، واصلا الفيسبوك كله كيدوي على هاد الشيء. اسمعي خلينا نتاكدوا، اختي فين هما الوراق باش شريتي؟ ها هو ها هو الرشي ديما معايا، هاتلي شوفي. ويلي ويلي، البروجي ديال دري الصايري. شكون؟ دري الصايري هو مول البروجي، نصب على الناس ودا لهم فلوسهم. ديال دري الصايري نصب على الناس ودا لهم فلوس. وين وحده انا دري الصايري؟ اولا بغات لي مصيبه هو دريكتو. اش عايش اختي بشويه؟ اولا وحده عطيني جيبي ليها الماء بشويه. يا ربي تعرفي الحق، بغيت لي مصيبه، بغيت هاد الشيء اللي كيدير فيه ليبان في ولادو. يا ربي اختي صافي هاد الهضره ما نافعش والو، خصنا نمشيو نشوفو شنو كاين. انا غنلبس حوايجي حتى انا نلبس جلابتو ونمشي معاك. والله عزق عزيزي الطيب، لا داك شي حد اليوم طيح الروح. اويلي يا ربي الماء غنموت. جيبي لي انا ماليز ديالي غادي نموت. اي ويلي وحدي، الله على رزقي رزق طيب. الله يا ربي، الله يا ربي على رزقي طيب. الو زينب العالم بخير؟ شكون معايا؟ لا 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 لا، ما تعصبي ما تقلقي، معاك حبيب القلب اللي بغيتيه من اول نظره. اسمعني مزيان، قسما بالله الا غادي ندم على هادشي اللي كتدير فيه، راك ما عارفش راسك مع من كتلعب. يا عائله ديال النصابه بلي ما راه عمك هو دري الصايري. لا انت منين كتعرف عمي؟ وايلي منين كنعرفو؟ السيد دابا راه ولا مشهور، حتى انتي انتي ما بقى لك والو، ديري البز وتدخلي عالم الشهرة من الباب الواسعة ديالو. شنو بغيت عندي؟ شنو بغيت عندي؟ بغيت نولي وانا وياك عشران، وباش تبدا العشرة ديالنا غادي توجدي ليا واحد 10 ديال المليون. ركزي معايا، قلت لك غير 10 باش تبدا. 10 المليون؟ واش حماقيتي ولا مالك؟ واش تصبيتي؟ لا 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 حبيبة ما تخافيش، انا راني ولد الناس وما غاديش نزيبك. خودي وقتك، عندك للا اونا سيمانا. لا بالي تصبيتي. لا هاد الساعه مازال بعقلي، ولا ما وجداتش غادي نوريك التصطيه ديال بصح. الو الو هيدا لاباس؟ كيف بقات ماماك؟ لاباس الحمد لله.
ناري مسكينه كراها خالتي غتسطى كتعاود لي عمي طيب مسكين شحال تكرفص باش شرا ديك الدار. ويه ولي كرهت هي زرباتها هو ضنا تبعت الضرب لما تصور مع حتى شي واحد وما دابا الفلوس مشاو طاهم نصاب. لا حول ولا قوه الا بالله. وشنو هي دارت دابا؟ قلت لك تمشي هي وخالتي للشركه يشوفوا شنو يديروا. اللي كره ما عندهم ما يديروا راه الصحافه وفيسبوك كلشي كيدوي على هادشي. قال لك سيد شدو والناس ضربهم تران فلوسهم ما عندهم ما يصور. المصيبه هادي شكون هاد النصاب؟ تعرفي شكون غتصدمي يا هدى؟ شكون؟ الدري الصيري عم عادي اللي كان باغي يتزوج بناتها. ويلي وحق الله انا اسماء ما فهمتش هاد النيمه لا وقصها معنا هاد الايام. شكون؟ سعيد باباك. صافي اسماء سكتي راه كتجيني بشكل تكلمت بابا. جاوبيه واش نجاوبو ولا ما نجاوبوش؟ لا لا صاحبتي جاوبي حشومة شوفي غير شنو بغا. الو الو انت لاباس؟ الحمد لله. ما تصورش شحال انا فرحان من الجوج. بغيتي شي حاجه؟ بغيت نشوف. من الاحسن بلاش. انت الله يرضيك. انا عرفت صحانا ما باغيناش نعاود نتلاقى وانا فاهمه وحاسس بها. منين فاهمه؟ راك عارف ما نقدرش نصدم في هضره مامو وندير داكشي اللي في راسي. مزوق فيك راه خصنا ضروري نتلاقى. والله البارح ما نعس بقيت الليل كامل كنفكر فيك انت وحالة. ماشي انا تكون اخر مره في حياتي. الو هدى اسمعيني. الو الو كنسمعك كنسمعك. شكلك شايف انت انا مسوق فيك. واخا فهمت انت بزاف. شكرا مزيان هو اللي درتي معاه وعطيتيه فرصه. والله الا بحسن ما درتي. راه خايفه اسماء ماما تغضب عليا. راه الا خيروني بيناتهم بجوج غنختار ماما بلا ما نفكر. فاهمك اختي فاهمك ولي كنتي ما غادي حتى شي حاجه خايب. شوفي تلاقي معاه وسمعي شنو بغا وصافي. من الاحسن ما تقولي ماما والو. راه ما غنقول لها والو بغيتها تسخط عليا. يدوز هادشي على خير وصافي ان شاء الله كلشي غيدوز. فين غاده صافي؟ كلشي غيدو سواد صافي يلا تحكي. كلشي غيدو كل واحد ولا وجه بنيتك اختي. زيد حبيبي زيد غير شويه عليكم. امشي شويه هكا ويلي شدني بحال باغا طيح حتى اندرا. شنو درتو؟ اش غنديرو بنتي اش غنديرو؟ مشى رزقنا الله ياخذ الحق. شنو قال لكم الشركه؟ اش غيقولوا لينا؟ الشركه كامله مسدوده كاينين عباد الله تجادب قدام الباب الدراري الصغار والعيالات يتركلوا والبوليس والحاله حاله الله. ودابا شنو غنديروا حنا في هذا الشيء؟ عندنا ما نديروا حتى حنا غنمشيو نرفعوا دعوه بحالنا بحال عباد الله. يا رجعوا لينا فلوسنا هي هذيك ما رجعوش لينا فلوسنا دازت علينا ضبابة. وصافي يا عيشه صافي. الله مالكم شو واقع؟ كنت شي حاجه بالعالم. تعطلتي باش نجي عندكم في الكوميساريه. علاش؟ على ود لافير ديال عمك. سي تخوازيام فوا كيجرجروني في الكوميساريه على ود والو. وشنو قالوا لك؟ خوزمون ما حطش عليا الباطل. قال لهم انا كنت موظفه عاديه عنده. لي زوردر اللي كيعطيني كنفذهم. قلبوا حتى لي غولوفي بونكار ديالي ما لقاو حتى شي حاجه خوزمون. انتي خلعتيني مالكي. مصيبه منى مصيبه. وهي قولي اختي شنو هما هاد المصايب؟ مع عائلتكم راني ولفت. حيدرك ما عزيزاش عليا ما نجاوبكش في التليفون على ودك اللي دار عمك. واش انا الخريا ما بغيت كنتاجر في الكوميساريات؟ منى انا ما عيطاش كلعمي. سي تخي كغاف. اجي معايا نهضرو سيل توبلي. ودوي هنايا مالكي؟ لا
هذيك خيتي غير كدور وتلقى ودنيها. غير مكدوي على الحياة. وشكون من غيرها؟ يلا نطلعوا. بلاتي بعدا قولي لي فاش خبرات شنو كان طرا ليها؟ ما عرفتش. قلت لك معقله على حتى شي حاجه. علاش؟ كيفاش معقله على والو؟ فقدت الذاكره. وتفقد الذاكره انا مالي؟ يلا نطلعوا سيلتوبلي. يلا. ودابا. يلا سيلتوبلي. ديما هاني عيطت لي. ايوا علاش سلمتي؟ قلتي شي حاجه مزيانه. وانا ما كنضحكش. ما كتضحكيش ديك السيده هو عيط لك وانا وصيتك ما تخافيش. مالكي؟ اشنو بغا؟ كيهددني قالك انا ما عطيتش فلوس غيبارطاجي لا فيديو. منى واش هذا عليك كتعرفيه مزيان؟ انا فاش كنت في مدريد عرفني عليه واحد السيد أنا ميمو. دوزت تما انسو من وحديتي عمرني ما شفت منو حتى شي حاجه خايبه. دونك ما كتعرفيهش مزيان. ومني ما كتعرفيهش مزيان علاش شحال وانت كتشكري فيه؟ انا ما كنعرف عليه غير خير. وقلت لك كنت برا ماشي حتى في بلادي وعمرو ما اداني. علاش انا ما ادانيش عايده؟ وحسبني هادشي كامل يوقع ما ندخلكش لداري. عايده شفتي بيزولي والله. راه هو اللي ما خصكش تدخلي لدارك ماشي انا. انا ما بقيتش عارفه فيه من نطيق. ها هو عمك تبارك الله اللي كنعرف عائلته وكنعرف ولادو وكنعرف سميتو مشهوره في كل بلاصه. وصدق نصاب في الاخر وكيجرجرني معاه في الكوميساريه بحال ولا كنت غندخل للحبس. شو ديزول انا تالفه وما عرفاش راسي شنو كنقول. مولا انا عيطتك باش تعاونيني سي تابل ديري شي حاجه. عايده انا كيبان لي هذا الموضوع عطيتيه بزاف كثر من حجمه. صافي كلمته هو غادي ينسى وما يبقاش يعيط كاع في التليفون غادي يمل. منى انا راه عايشه في ستريس. واش عرفتي شنو هي عايشه في ستريس؟ راه ما نقدرش عاوتاني من روح اخرى عيط لي ويهددني. يلا اشنو ندير؟ شو نقلبوا عليه؟ لا غنمشي عند البوليس. الحمد لله كاينه الشرطه تقنيه هما اللي غيعرفوا يتعاملوا معاه. انا بوغ مو ديري داكشي اللي بغيتي. مي هذا الموضوع بالضبط هضرنا فيه عندي في الدار. كنتي معاه في دار وحده بخاطرك. انت اللي غتصدقي مشدوده في الاخر. علاش غنشد؟ انا غنعاود لهم كلشي بلا ديتاي. كيفاش تلاقينا وكيفاش تعشينا وكيفاش تجمعنا في دار وحده وكيفاش نعست وفقت ولقيت راسي حداه وانا ما عاقل على حتى شي حاجه. عندك شي دليل على هادشي اللي كتقولي؟ كنشرب لك شويه ديال السكر. انا غنشرب اختي رانا شاربه الساعه. اختي الله يمشيك. رزق الطيب ضياته وخليتني انا وهاد البنت بلا والو. انا بغيت نشكك اختي ما ضاعت لك حتى حاجه ان شاء الله رزقك كله غيرجع لك. يا ربي تاخذ فيه الحق. يا ربي تبين لي فيه العذابه يا ربي وهاد العواشر. ضحك علينا حنا وليات يا ربي تاخذ فيه الحق. صافي ماما ما ديريش فراسك فحال هكا ان شاء الله فلوسنا غيرجعوا. اختي راه ما كايناش السيبه في البلاد راه كاين القانون ان شاء الله اي ريال خداه لشي واحد غيرجعوا ليه. الحمد لله غير اللي شطوه قبل ما يهرب. منك الطيب اجي شوفني الطيب رزقك ضياته الطيب. هذيك الدويره اللي خليتي لبنتك مستوره هي تابعتها. خرجوا خليوني معاها نضرب لها واحد الشوكه. صافي حبيبتي صافي ثقي بيا الله يعطيك السر والله حتى رزقك غنرجعو عليك. انا كنعرف واحد المحامي مزيان غنعطيه هادشي تكلف ويكون خير ان شاء الله.
أمدرا دكتور، ولدي ديالك ضعيفة شوية ولا شي ميو أطرات عليها، ما إن شاء الله كلشي غادي يكون بخير وغتولي لاباس إن شاء الله. نوض لينا بالسلامة. ميرسي دكتور. الله يجيب الشفاء. لا غيتا مولاتي هادي حاسة براسي ولدي خاوية من الداخل فاشلة. سي نورمال ماما، ماشي ميوقع صحال شي شوية، مي أو كونتخيغ الميدسان قالك تو إيتي فورت إي لو كور ديالك تجاوب مزيان معاها. درتو فيا الخير وديتيني لداري. قريب قريب إن شاء الله تخرجي منها وتمشي لدارك. تمشي لداري نصلي ليل ونهار، يمكن ربي يقبض روحي فوق السجادة ديال الصلاة، يمكن يمكن ربي يغفر لي ذنوبي ويسقيه لولدي. ماما راه كاع الناس كيديرو الذنوب، مي غير لو فات ديال نحسو براسنا غالطين ربي كيغفر لينا. كاين الفرق ما بين الذنب والمعصية. المعاصي ديالي قلت لي على كتافي. ماما استغفر الله وقري شوية ديال القرآن. استغفر الله العظيم. نطلب منك واحد الطليبة قبل ما نموت. ماما عافاك ما تبقيش تقولي بحال هكا، أمر بيد الله، ما عرفنا شكون صاب. نشوف عيشة وحنان. واخا إن شاء الله. نغدى عليك. شنا هي نادا؟ ماشي تتلص عليا اليوم. ما خداماش اليوم. ارتاح. شوية عليك. مهدي صافا؟ صافا صافا الحمد لله. مالك؟ ماما عجبوها بشيميو، هي انا بزاف الشيميو قاصحة شوية بس ما كيتحملوش لي بخومييغ سيونس، مع الوقت ان شاء الله غتولف وغتكون مزيان ان شاء الله. ان شاء الله. عادي لهنا؟ اه عادي راه مع ماما. عافاك فاش تشوفو قولو راه بغيت نهضر معاه. واخ واخ اختي نهضر. واخ بون كوراج اخويا، الى احتاجتي شي حاجه نعم. شكرا شكرا بزاف. انا مهدي سير صح اخويا. خير غوصا سير غير تبقى مكرفسة هنايا، سير للدار عافاك. ماما راه تتعالج، الطبيب قال ليا كلشي غادي مزيان. دكتورة نادا سولتني عليك، بغاتك شي حاجة خصك تعيط ليها. داكوغ أنا نشوفها. قسمك بالله بنتي ما كنت عارف باللي خليت حنان حبي. خليتيه؟ ماما تكرفصات بزاف بسببك.
تعذبات ومرضات وتعقدات في حياتها، الشيء اللي دات عليها ربي عالم به. عارف نفسي غلط، داكشي اللي درت معاه ماشي في عائلة الرجال، ولكن أنا كنتناوي غير نقاد الأمور ديالي ونرجع لها لك الظروف كانت تقبل. الظروف؟ شمن ظروف هادو؟ حتى أنا الماضي دفنته وما بقيتش باغي ندوي عليه، باغي نبدا حياة جديدة. تقدر تقول لي شناهوما هاد الظروف هادو اللي خلاوك ما تعاودش ترجع؟ ركلت في الحبس. كيفاش في الحبس؟ علاش شنو درتي؟ قلت لها قلب وفاقس من والو. السفره ضربت واحد الطلياني مشات لي العين، خلص 10 سنين وعمري. خرجت رجعت للبلاد بقيت كنقلب على ماما ما لقيتش لها لقطه. ولكن ماما من ديما كتقول لي انت اللي غرقتيها في الكريدي ديال الدار، كيفاش ما عرفتيش الدار؟ كنت عارف الكريدي ولكن الدار بالضبط ما كنتش عارف. قلت مع راسي غادي تكون بدات حياه جديده ونساتني. آخر حاجة فكرت فيها هي تكون عندي بنت معاها. صافي يا بابا ما تبكيش. أنا ماما كتسول عليك. جو بونس كو العلاقة ديالي بها سالت، عرفنا المرض ديالها ودابا دكتور حكيم هو اللي مقابلها. ما كتسولش على ندى الميدسان. أنا ما عمر ما كانت عندي شي علاقة مع ماماك، من غير مريضة والطبيبة. دابا راه عندها سبيسياليست تالا متبع معاها. أوكي، ديزولي. قال لي مهدي بغيتيني نعيش حاجة. بغيت نهضر معاك على عمك. وصلتكم الخبر؟ المغرب كامل سايق الخبر. حتى حنا مصدومين بحالكم. اخر حاجه كنا كنتوقعها هي عمي يكون نصاب. ماشي سوقي فيه يكون نصاب ولا ماشي نصاب، انا مفقوسه على اختي عيشه. علاش عيشه مالها؟ عيشه وحده من اللي فيكتيم ديال عمك، فلوسها اللي مسكينه عمرها كامل هي وعزيزي الله يرحمه كيجمعوا فيهم، مشات حطاتهم في ذاك البروجي ديال نصاب دعمك. اش نقول لك؟ ما عرفت ما نقول لك. زعما ماماك ما كانتش سايقه الخبر. نادا شفت في المنبه لقاك مجمعة، هادي راها بلاصة الخدمة ماشي بلاصة التجمعات وماشي بلاصة الحب. عادل كيف بقات تاتي غيتا شوية لاباس؟ يلا بسم الله نوضي تفطري ودوسي اختي تفطري. واش غتبقاي بالجوع ولا؟ يا ربي يا حبيبي تاخذ فيهم الحق، يا ربي تشتت شملو كيبغي يشتت شمله، كل ريال الدهنينه يا ربي بغيتو ياكلوا في الحمص حتى يرجع، يا ربي تنتقم منه هو وولادو ومرتو. حنان الله يرحم امك اختي بركه من هاد الهضره، والله ما بقيت قادره نسمعها. ولا ما بغيتيش تسمعي اختي هاد الهضره كولي باش نعرفك تنتي بارده وناسيه. اختي ما انا عندي ميريدوز والله. ودابا قولي لي انت انا اش مخلوعه؟ انا بغيت نفهم. واش يسحب لك صافي رزقك ضاع؟ واختي لا رزقك ضاع صافي راه كاينه السيبه ما بقى مخزن ولا؟ انا مكويه على بنتي حيت امها حمقه وهبيله وخرجت عليها. يا ودي راه ماشي عاد اللي هبيله، الا كنتي انت هبيله راه دوك الاطباء والاساتذه ودوك الدكاتره تا هما اللي صبقوا فلوسهم تا هما راهم هبل، كلشي مشالو رزقه. راه ضحك عليهم اللي ما يسواش وقاعد مع مخو كيتبرع بهم. يا ربي انا بغيتو كل ريال ده العباد الله بغيتو ان شاء الله ياكلو في الحبس ويرجع فيه تما. اعوذ بالله مش الرجيم، ما ندي ودنو بحد، راه مرتو مريضه مسكينه مليوحه في السبيطار. اختي حنا ما كنتشفاو في حد، اللي مريض الله يشافيه، واللي دارينا شي ريال بغيت تصيد ربي يا ربي حبيبي وهذه عواشر. انا بغيتو ان شاء الله ياكلو في الحبس. هنان المراه راه عندها كونسير ديال الراس. الله يجيب ليها الشفا.
لي على شمس فكولي هذا سمعني مزيان عافاك ابخي ديري اللي بغيتي ثق مني وهضرت فمك اوكي داكور باردون هذا رانا كنسمح الطا ديال ماما خايبه بزاف يا شاك فوا كندخل عندها كتطلب مني نفس الطلب بغات تشوف عيشه وحنان الا باش تطلب منهم السماحه راه ما يمكنش سورتو من مور داكشي اللي وقع لحنان جو نسي با اكزاكتومون شنو باغا مي كنحس بها بحال عندها ان سيكري بحال مخبيه شي حاجه يا شاك فوا كتسولني عليك انت اليوم اضطريت نقول لها راكي ما خداماش هادي العافاك صافي الهضره اللي عندي قلتها لك نادا انت اللي عافاك هادي اخر حاجه غادي نطلبها منك السيده راه كتموت شوفيها اخر مره مش تو بروميم ما بقاش مرزدك يا الدكتور نادا قولها لها والله ما تخسر لك زعما دكتور نادا الله يخليك تقدري تشدي لي لاكارد اليوم وانا نعوضها لك من بعد عافاك راه عندي واحد العرس ضروري خصني نمشي نحضر ليه واخا ماشي مشكل ميرسي بوكو والله من خطاك انا تا مشيتي خير هدى فين كنتي كنت غير خارجه قنط تضربني البرد شويه مزيان وكون قلتي لي ديك الساعه نعطيك واحد 50 درهم ولا 100 درهم ديريها في جيبك بغيتي تشري شي حاجه ماما انا عمرني ما كذبت عليك ما بغيتش نكذب عليك كنت مع بابا اه مع من كنتي مع بابا ماما شكون بابا؟ اين بابا؟ واش شي واحد بان في حياتنا عيومين هادي وليتي تقولي لي بابا ولا؟ فين كان شحال هادي؟ ماما السيد راه ندمان عافاك ماما عطيه فرصة سيدي ربي كيسامح كيفاش قلبك كحل بحال هكا؟ كيفاش قلبك كحل حنينتي؟ دابا هو تلاقيتي عيومين هادي دار لك غسيل الدماغ عمر لك دماغك قال لك امك اللي قلبها كحل ياك اختي بابا بابا اختي راه هو اللي كينوض عليك في السرويه بابا اختي هو اللي كيضرب عليك في التماره تكيوصلك لداكشي اللي بغيتي فين كانت باباك شحال هادي توليتي مرا عاده ولا كيبان باباكو ماما انا محتاجه بابا اكثر من اي وقت انت ما بغاش باباك وما راضيش بيه انا باغا بابا ولي ولي حنان اش هادشي صافي غنقول لك جوج كلمات يا انا يا هو انا بابا غنشوفو اليوم وغدو بعدو نوضي تهزي عليا من وما غاديش تشوفي سمعتي حيت انا هاد الباب غادي نطرقو نوضي عندي عيش يلا تهزي عليا من هنا بابا قاتلك يلا ضربي التمارة بابا علاش الشيطان حنان علاش الشيطان ما تضيعيش بنتك الله يهديك راسي 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 صافي اختي صافي راسي ولا كيضرني عيشة راه السماحة راحة اختي الله يهديك راسي راسي اختي راسي راسي اختي راسي تدني 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 شربي مويا راسي راسي بسم الله الرحمن الرحيم عاودوا بلا مش ضروري خاص شويه ديال النظام ماشي اللي جاو الطبيب ديالو يقدر يشوفو ضروري غونديفو حسيت جات من بعيد ما يمكنش ليا نردها واخا جات من بعيد وما تعيط في التليفون وتقول انا جايه راه ما يمكنش نخدمو بهذه الطريقه اللي نتوما غاديين بها الا بقينا بحال هكا راه غادي نوليو في الصيبه فهموني الله يرضي عليكم واخا نادا شنو كدير هنا؟ ما عرفتش كيفاش ما عرفتيش؟ هادي لا شومبغ ديال مدام الصيري والدكتور حكيم هو اللي مكلف بها، يعني حتى شي واحد من غير الدكتور حكيم ما يقدر يشوفها. تاكم هنا. ا
مدام غيتا تبقيتي شويه. الحمد لله جيتي، عندي شي هضره بغيت نقولها لك. ضروري خصنا نهضر معاك. ارتاحي عافاك، ماشي وقت الهضره دابا. ما ارتاحش حتى تسامحوني حتى نقول لكم الحقيقه كلها. إلا كان على داك الليلة اللي جريتو فيها على خواتاتي، أنا عارفة كلشي. لا، هادي الليلة تهنية، ليلة كحلة، ليلة اللي بدات حياتي وحياتكم، ليلة من اللي من موراها ما عمري لقيت الراحة، وليت كسدة بلا روح. ليلة اللي تشد فيها باباك عبد السلام العساس في الحبس، وما دار لا بيديه ولا برجليه. أنا السبب، أنا السبب في كل شيء. شي باباك اللي قتل، أنا السبب، أنا اللي قتلت. هو ما دار والو، باباك ما درت حاجة، أنا اللي درت كل شيء، أنا اللي قتلت، هو ما دار والو، لا هذيك لابارتمون درتها انا وياه بيع وشرا اكزاكتومون. دابا حتى انا راه منصوب عليا. وي لا، الفلوس كنت كنخدم عنده كل شيء كاش، ما كانش كيعطيني حتى شي حاجه بارشيك. داكور، دونك دابا انا ما عندي حتى شي مشكل ياك، دونك البوليس ما لقاو حتى شي ورقه ولا شي عقد كيحملني المسؤوليه القانونيه. اكزاكتومون. نو راه ما كانت عندي النيه نهائيا، ما كنتش عارفه بانه دوك الاراضي ماشي ديالو ولا هو يقدر ينصب على الناس ويدير لهم رزقهم. وانا وي سامحش استاذ. داكو، ميرسي بوكو. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ميرسي بوكو. شكون بلاتي؟ واش انت ما كتحشمش؟ راه هضرنا، قلت لك اخر مره تحط رجلك عندي في الدار لخباري. شنو هذا الشيء؟ واش ولفتي؟ عندك الحق، هادي عندك الحق. دارك ولافة. الله.
شنو هي هاد الدزار هادي؟ فين داخل عندي تا الدار هكا؟ ما كتحشمش. شنو بغيتي؟ ماشي بالضروري يكون شي سبب باش نجي عندك. انا وياك عشران، ساكن الطعام اولا. علي تقدر تلخص وتقول لي شنو بغيتي؟ عافاك غادي نبقى معاك هنا شي ايامات. وقيل اللغه باش كنهضر معاك عاده ما كتفهمهاش. انا قلت لك انا ما عليش لوطيل، عافاك اللي عندك شي غير تحرك باش تقضي. لا ما كنسولكش، انا غير كنعلمك فقط. واخا انا غادي نكري لك واحد لابارتمون في سونتر فيل ونعاونك، نخلص لك شهرين ديال الكرا ونتنطن تبر على راسك. واخا انا باغي نبقى معاك هنا، انا وياك نحطو كاس على الناس ونتبانسو. واخا واش انت احمق؟ كيحسب لك انا غنقدر نجلس في ابارتمون وحده مع انسان بحالك؟ ما تعيرينيش، غير الا عيرتيني كتعير غير براسك. ما تنساش انا وياك كنتابعو بزاف الحوايج، انت الحسينه بالقلب والنعله بالندوي. حالاش شنو هاد الحوايج اللي غندوي فيهم انا وياك من غير الخدمه اللي كتخلص عليها؟ عائلة الصيد عندك جبك الله انا نعس على ودني ولا كنقضى في صبعي، وما عرفتش شنو علاقتك بعائلة الصيد ولا علاش كديري فيهم هادشي كامل. اتونسيون داكو. تاتي غيتا لاباس شويه؟ الحمد لله الحمد لله. خالتي غيتا ما تخافي والو، غير ارتاحي. طقي مني. غير ارتاحي خالتي غيتا. فين غادي في هذا الوقت؟ جو مي سون با بيان وماشي بحالي. سبحان الله، يلا كنتي لاباس. دابا ما بقيتش لاباس وخاصني ندخل. هذا راه كلينيك، ماشي غير ستوغوم تبقاي داخله وخارجه الوقت اللي بغيتي. ندى مالك؟ مالها؟ بقات فيها ماما كداك الشيء علاش كتبكي؟ نجوى عافاك برك من هذا الشيء ديالك، واش هي غادي تعرف ماما مالها؟ لا، ولكن ترى يلا خرجت من عندها من لا شومبغ، يمكن ما قدرتش تحملها في هذيك الحاله. وقالت لي بلي ما حاسه راسها ماشي مزيان وبغات تمشي فحالها لدارهم. ندى سيلتو بلي مالك؟ ندى هادي مالها كتصرف بحال هكا؟ جاتني بحال دايره شي زبله وهاربه منها. يلا سيدي خاصني نخرج. يلا خرج. بس كتسناني نعطيك الاذن بحال هكا ولا كيفاش؟ راه ما غاديش نقدر نخرج وانت بوحدك في الدار عندي. علاش؟ انا ثقة ما تخافي، عوف عليا من الصغر، حتى الا خفتي عندي لك الحل. جلس جلس ما تخليش تبقاي في الدار. علي علي الله يهديك اولدي، واش بغيت الوليد؟ راه غير ما كيتلواش. انا اللي علمتك هادشي كامل. لا كنقول لك في دراعك. ايوا حسيت بشويه بالقنط وقال لي امشي عند البوليس نعاود لهم شنو كاين. نيتي صيفطوني فوق شويه في سيلول مع صحابي.
واش كيحسبك البوليس حماق ما عندهم عقل؟ غادي تيقو كل الشهر بحالك. نجمع الوقفه يلا. هادي عندك الحق، ما تيقوش كل الشهر بحالي، ولا داكشي لا. جلس خاصك تشوف بعد هذا الفيديو وعاد غادي تشوفي واش تخرجي ولا لا. واخا انا ما غاديش نجلس، قلت لك انا غنخرج، عندي ما يدار. يا استاذه بغيتي نصور فيديو فيه انا وعيده ياك، ولكن انا الخيال ديالي واسع، انا مبدع، فبالفيلم زدت واحد الشخصيه. سالك عرفتي الطريقة؟ أود البلاد أفعش تمام أفعش ربي اسمعني مزين ها؟ افتح ودني، بغيت شي كاميرا هنا لحقاش غالبا غادي نكونوا جالسين تما. واخا داكو وليا هاد الكاميرا بغيتيها هادي ولا عندي؟ ربي ركب الكاميرا وصافي صاحبي مالك صافي كون هاني. اسمع أهم حاجة هو ملي غادي تخرج من هنا غادي نفتح لك الباب ديال البالكو، انا غادي نوريك فين. واخا طلع وبلا ما دير الحس، تصورنا بثلاثه شحال؟ ثلاثه وما تسكر حتى ديطاي. طيب تحس معاك اصاحبي كون هاني صافي صافي. ملي تسالي السير عند حياه نيشان، عطيها الماء عطيها تاكل، وعندها تدور لك في الخوا، راك عارفني ها؟ عارف علي شنو كيدير ياك؟ انا دراري صغيره بحالي، كون هاني اصاحبي. يلا شوف شغلك يلا اصاحبي نهضرو وما نجيو. هاكي شوفي شوفي واش نخليوها ولا نبدلوها. عندك يا طلق راسك، طلق راسك قبل ما تفيق. غادي تفيق دو اللي عطيتيني على النعاس قبيله اللي غادي تفيق. اسمعني علي عافاك، بغيت شي فيديو يكون كيخلع، بغيتها ملي تفيق وتشوف وحيدها تقلب ليها كلها، بغيت عائلة الصيري بالضبط يعرفوا منى علاش قاطة. كوني هاني يا مدام. دور بيان ما بلانش نيج. Très bon courage. Merci. بلدي بدلتي بلانك وقررتي انك تبقى جالسه معايا ياك؟ حقاش في الاخر اكتشفتي انا وياك عندنا بزاف ما يتقال ياك حبيبه؟ غادي صوب لي قهوة ماشي مشكل، صوبها لغاسي من بعد.
جواد اجي ولدي اش الله الله اختي عيشه مالك اختي عذبتي راسك كساعه عيط ليا نجي عندك حتى للدار نجيب هذا الشيء هذا ويلي اياه الله يخلي لك صحتك كي لقيتي بعدا شويه الحمد لله على كل حال الحمد لله اختي عيشه شوفي ما ديري في بالك والو واش في اخبارك راه ماشي غير انت اللي وقع لكم هذا الشيء هذا راه دايره بوم في الفيسبوك السيد راه نصب على البلاد كلها الله ياخذ الحق امين امين شوفي اختي عيشه غير الصحة تجي فين ما بغات فين هي الصحة ولدي والله إلا العظامين فاشلين عليا ما قدرت كاع نتحرك بزاف باش درت هاد البطبوط وقلت نخرج يضربني الريح شوية مزيان مزيان أحسن حاجة درتي بدا كاين يدور فيك الدم واحد شوية يعطيك الصحة وحق الله السلام عليكم وعليكم السلام أسيدي حنان لا لا سيدي أنا عيشة أختها شكون اللي بغاها أنا بن عيشة صاحب باك سي عبد السلام